أستاذ إيهاب وحضرتك أمين صندوق جمعية سياحة ثقافية، إحنا لسه عندنا سياحة ثقافية في مصر؟ أنا زعلان إنك بتسأل السؤال ده. أصل أنا واقع معظم السياحة بتيجي سياحة شاطئية. للأسف إنه إحنا في خلال الخمستاشر سنة اللي فاتت استسهلنا واشتغلنا السياحة الشاطئية، ونسينا إنه اللي يميز مصر وبعض الدول البسيطة على مستوى العالم بالنسبة للسياحة الثقافية أو الأثرية تحديدا، مصر تعتبر أميز دولة في العالم، أنا بعتبرها كده. استسهلنا من سنة 2000 وبصينا للكم زي ما طارق بيقال كده، ولم نهتم بالكيف. وصل متوسط الإنفاق في فترة من الفترات إلى حاجة وخمسين دولار متوسط إنفاق السائح اللي هو السائح الشاطئي. لكن لو حضرتك اهتمينا بملف السياحة الثقافية، السائح الشاطئي حضرتك بيركب الطيارة، بينزل بياخد أوتوبيس يوديه المنتجع اللي هو هينزل فيه أو الفندق أو الريزورت يقعد فيه، لو طلع زيارة يوم أو اتنين أوفر دي للقاهرة أو أوفر دي للأقصر وخلاص. لكن سائح السياحة الثقافية أو الأثرية، الراجل ده أو السائح ده من ساعة ما بيصحى الصبح فهو في حركة دائمة، بينفع بقى حضرتك من أول سواء الأوتوبيس حركة المتحف، يعني إنفاق المتحف، المرشد، المطعم اللي بيتغدى فيه، المكان اللي بيروح بيتعشى فيه، الصوت والضوء، الشارع، لانه اغلب المزارات او المعابد والاثريه موجوده داخل المدن سواء بقى في القاهره او في الاقصر او في اسوان، يعني انا بركز وممكن في اسكندريه كمان. فعنده انه يقدر يقوم باكشن او يقوم بنشاط بعد الظهر بعد ما يخلص مزاراته، ان هو يعمل حاجات تانية وينفق. لكن الانفاق بالنسبه للسائح الشاطئي بيجي حاجة اسمها all inclusive، ويمكن طارق بيقدر يشرحها أكتر، اللي هو واخد الأسبوع باكج، باكج آكل شارب نايم all inclusive. فبالتالي البادجت بتاعته مش عالية أو الحجم الإنفاق بتاعه مش عالي. بس الفرق ما بين السائح الشاطئي والسائح اللي جاي للسياحة الثقافية إنه السياحة الشاطئية ممكن يجيها كل سنة، بس يقال إن السياحة الثقافية خلاص أنا شفت المتحف، شفت الهرم، شفت أبو الهول، أقول له مرة واحدة وخلاص، مش أنا ما عنديش مشكلة يجي مرة سنة. واحدة بس إحنا بناخد قد إيه من السياحة الثقافية يا فندم؟ يعني بيقال إنه العدد اللي بيتحرك على مستوى العالم في السياحة الثقافية لا يتعدى 15% على مستوى العالم لزيارة الآثار وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى العالم. أنا مفروض لي بقى ليا شير كبير فيه أو ليا جزء كبير فيه، نعم، لأن أنا عندي كم الآثار عالي جدا. فبالتالي إحنا عندنا انحصرت التسويق واستسهلنا من التسعينات او اخر التسعينات وبداية الالفينات، وركزنا قوي على الريد ريفيرا تحديدا بعد ضربة معبد حتشبسوت سنة 97، وكان تغير موفق جدا انه اطلق على منطقة البحر الاحمر الريد ريفيرا، وكان صاحب هذا المقولة الدكتور ممدوح البلتاجي، وهو من الناس اللي فعلا اثرت تأثير جيد جدا في قطاع السياحة. نعم. بس كان يجب ما نهملش الأساس اللي هي السياحة الثقافية، لأنه هي دي احنا أخذنا درس قاسي جدا بعد 2010 أو 2011. حضرتك لما قامت الثورة في أكتر من 130 مقصد على مستوى العالم عنده سياحة شاطئية أو سياحة الاستجمام بشكل عام، من الفار إيست لجنوب شرق آسيا لأمريكا اللاتينية، فأنت أمريكا واحد من 130، فعنده متغيرات كتيرة. لكن السياحة الثقافية ما عندوش متغيرات كتيرة، يعني مناطق بيزورها بعينها على مستوى العالم لا تتعدى 20 مقصد كأثار، وانت واحد مكسر من أبرز المعالم فيه. فإحنا بنحاول بالجمعية بتاعتنا وطبعا بنحاول نوصل للحكومة انه هذا الملف من الملفات المهمة جدا اللي هي بتميز مصر. وانا شايف ان القيادة السياسية كمان ابتدت تبص نظرة صحيحة لهذا الموضوع، هي عايزة الكيف وليس الكم. ما احنا عندنا بداية الاهتمام بالمتحف الجديد وافتتاحه، ومن يومين كان في عرب التوت عنخ آمون. بالظبط يا فندم، اللي هي بداية افتتاح القاعة بتاعة يعني توت عنخ آمون، مرحلة أولى. مرحلة أنا أولى. تصورت إن المتحف بعد ما لا يخلص فندم. بالكامل لا ده لسه افتتح، لا يعني فدي هيبقى بالظبط. فاللي أنا أقصده موضوع السياحة الثقافية ده
يجب انه يحصل به اهتمام عالي جدا. ومشاكله كتيرة قوي. ليه؟ لانه في وزارات معنية او جهات كتيرة متداخلة وبتعمل لنا مشاكل كتيرة جدا في هذا الملف. هروح ليه؟